جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ الذي رمز لاسمه بألف ألف من الباحة، ما حكم زواج البدل وماذا ورد فيه من الأحاديث مأجورين؟ زواج البدل هو زواج الصغار، إذا جعلت المرأة بدل امرأة أو أجبرت على ذلك ولم يكن لها اختيار ولا رأي هذا هو الصغار وهو نكاح باطل لما فيه من الظلم للنساء وإجبارهن على من لا يريدنه وإنما يخضعن لإرادة الولي لمصالحه هو، فهذا نكاح باطل وهو الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.